اتمنى برضو ان هو ما يقعش في فخ ان انت بتعمل نفس العمل نجح منه جزء تاني فتعمل التالت. فانا شايف ان هو بادئ بداية حسيت ان الممثلين خلاص بقى اندمجوا قوي في المسلسل. والاندماج والتميز عناوين بيلافقوا ابطال مسلسل الامام الشافعي اللي بيقدمه خالد النبوي، والكل بيشيد باتقانه للغه العربيه الفصحى. حتى اذا توقفت القلوب بقيت السطور. انا منبهر الصراحه، وخصوصا ان مش خالد النبوي بس، اللغه العربيه بتاعته قويه واداؤه قوي، فيه كاست كله تقريبا، حمزه العيالي عامل حاجه عظيمه قوي، وده اللي بيخلي العمل يدخل الترند في مصر كل ليله مع عرض الحلقه. الاعمال دي جت في فتره كده لما كانت بتتعمل كانت بتتكروت، فالناس ما تحبهاش، فيقول لك لا الاعمال دي ما بتاكلش مع الناس، بالعكس اي حاجه بتتعمل حلو هي اهم حاجه بتتصنع ازاي، والمسلسل الناس كلها بتتكلم عنه حلو جدا، فده يشجعنا بعد كده ان احنا نعمل حاجات من النوعيه دي كتير. حتى طريقه رسم شخصيه الامام الشافعي انا شايفها طريقه منطقيه جدا. شاهدوا التقرير كاملا على etbilarabi.com.